صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم ملكي رقم 89 لسنة 2024 بتعديل وزاري وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء جاء فيه المادة الأولى يحال على التقاعد كل من سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات سعادة السيد أسامة بن أحمد العصفور وزير التنمية الاجتماعية. المادة الثانية: يعين كل من معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد بن عبد الله آل خليفة وزيرا للمواصلات والاتصالات. سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزيرا للتنمية الاجتماعية.